الأماكن الموجودة عندنا هون هاي الدردمان، المكروني، بعدين عندنا الجيش، هذا الجيش، وهذا الكوفر، كوفر، وهذا الصافي، وبعدين هذا الجيش، قول. بعدين طبعا السلطان ابراهيم، وبعدين عندنا النقرور، هذا النقرور، هذا كله من الامارات، هذا كلها اسماك اماراتيه. وهذا طقوه، هذا طقوه اللي هي من عمان، هذه 39. النقرور طبعا 28 درهم كيلو، سلطان ابراهيم 42.5، والجيش قول اماراتي هذا 35 75. السلام عليكم. وبعدين عندنا كمان البياد اللي هو هذا البياح، هذا البياح 28.5. هذه من الاسماك الاماراتي الموجوده. بعدين عندنا القبقوب الأزرق، القبقوب الأزرق هذا لوكرا. وبعدين عندنا هون هذا روبيان، هذا من عمان، هذا 99 درهم الكيلو. يعني هذه جولة بالأسماك الموجودة عندنا هون في الجمعية، جمعية الاتحاد. وطبعا الحمرة سنابر، وهذا السي باس هذا. وطبعا ما ننسى الهامور، هذه الهامور 63 درهم ونص الكيلو، هذا الهامور. وبعدين طبعا الشعري، طبعا من الأسماك اللذيذة اللي هو طبعا إماراتية، 35 درهم الكيلو هون. وبعدين في عندنا القرفة، هذه القرفة زي ما انتم شايفين 26 درهم ونص هون. وبعدين هذا راهو او غلفان، هذا الباكستاني 26.5 كيلو. وهذا طبعا السردين اماراتي، هذا سردين، هذا 4.5 كيلو، 4.5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي كمان نورها.